وش تقول انت؟ خلاص بس من ناحيه بيقول لي شيء وعطيتها الاذن. فانا اقول الله لكل من يشاهدني الان لبى والله تبوتكم يا جمهوري الغالي، والله اني احب كل من يحبني. انا اقول من الان اتبرع بسهم لكل شخص يحب سلطان ال بريك. الله اكبر الله أكبر. نعم اخذ الجوال سلطان لبيه. طريقه التبرع كيف؟ تروح يا طويل العمر تفتح الكاميرا حقه الجوال ايه؟ هم تنطلد يم الباكر مضبوط ايوه. هذا هو هم من تضغط ترص على الشاشه يطلع لك الرابط فوق، لو ضغطت انت يجيك تبرع يا طويل العمر بالمبلغ اللي انت تبي. الحين انا يا طويل العمر باخذ جوال ابو عبد الله وبتبرع عن جمهوري وتشوف الطريقه مضبوط. تبرع من حسابي انت الله يجزاك خير. لا بتبرع بسهم اجيك عشان اوريهم. أبجيكم ذا الحين يا جمهور وبوريكم عن طريق جوال أبو عبد الإله. من صراف يبي يتبرع الله يجزاه خير. وعند يمكن عنده سالم بن تريال ويثق فيني إني ما راح أقول لا. تعال تعال ما حد تبرع الله يجزاك خير. الجمعية يقولون باقي 80 سهم للأسف ولا حد دخل التطبيق. الله يسامحك يا سلطان. الله يسامحك. طيب دقيقة انا اثق فيك يا ابو عبد الله. عطني جوال دقيقة بوريك حركة. عطني جوال. عطني رقم حسابك. لا لا عشان السالفة ذا الغيه الغيه. 200 ريال هي 200 ريال. عطني 18 لو سمحت. عطني جوالك شوي. ها سم جاني ما عجبك. شوفوا انا ما هو كلمة اني ابي اخذ من رصيد ابو عبد الله. ما هو كلمة اني ابي اخذ من رصيد ابو عبد الله. طيب سم لكن اعلمكم الطريقة. اسمع هو شكل ما قد تبرع ما يعرف الطريقة. مضبوط. ها تضغط على ذي ترصها. طول شوي طول شوي عشان يجيك المخرج. طول شوي. شوف بالله شوفوا ادخلوا. تعال يا كاميرا. تعال يا كاميرا. ظهر بكرة. لا المخرج يزعل يقول لا تعطيه صيغة أمر. يلا شفتوا قرب هنا شفتوا هذا. اصبر اصبر خليه يجيك خليه يجيك المخرج. لو سمحت. شفتوا زوم إن. زوم إن. يا أخوي وخر. إيه. عشان يطلع هذا هو البرنامج. انتم شفتوا قرب شوي كفاله اليتيم صك ايه؟ السعر اصبر عاد لا توري الناس بطاقاتي. هذه 200 ريال حدد المبلغ. لا لا اصبر 200 ريال لكل من يحبني. حدد المبلغ اضيف مبلغ التبرع 300 حق الوالدين. طبعا 300 ريال الشامل ترى خلاص مو لازم توجه اضافه ايه؟ للسله. نعم شفتوا الان تبرع باستخدام بابل لا ابل بي اي خلاص خلاص جيب عدد توري الناس بطاقات يجيب دقيقة. خلاص جيب دقيقه انت شفتوا. طيب دقيقه لا خليني اوريهم دقيقه هذه ها. اصبر والله ما شاء الله عليك صراحه. دقيقه مو مو بعد الحساب البنك قصدي دقيقه هذا في سالفه هذا في انت تضغط الزر على اليمين مرتين ليه؟ اللهم لك الحمد شفتوا. اللهم لك الحمد هذه لكم يا جمهوري. قرب من حسابي هذه طيب. شفتوا هذه من طبعا عنكم يا جمهوري كل من يحب سلطان. فشكرا الله يجعلني مبتسيكم كلكم. يقول نطيب على يقول نطيب على الطيبين بمالهم ونحن بما نط وش يقول يجود طيبين نجودوا. عد يا فايز عدها عدها واخر على الكاميرا خلي يجيب الزوم على فايز. الله يهينك هي خل فايز يعطينا. عطنا يا مخرج فايز وعجل علينا نجود على نجود على الطيب ايش يجود علينا من غير ما جات الكاميرا. خلاص ترى بطفي الشاشه عليكم منها الله يطول عمرك. هم حق ريالتي. يلا زوم ان على فايز. فايز إيه؟ يلا يجود علينا الطيبين بمالهم ونحن بجود الجيدين نجيد مال الطيبين نجيدوا. هذه عده خمس مرات. يجود علينا الطيبين بمالهم ونحن بمال الطيبين نجود. يا سلام عدها مره ثانيه. يجود علينا الطيبين بمالهم ونحن بمال الطيبين نجود. الله عرفت كيف هذا سلطان المون والحلال واحد والشان واحد وما قدح الا عارفني ما اقول له لا. ايوه في عمل الخير خصوصا اما غير عمل الخير سلف شيء ثاني لا ممنوع.